دلوقتي جه معدنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها تنظيم تدريب للشباب اللي هيشاركوا في مؤتمر المناخ كوب 27، كمان ايضا في احتفاليه الثوره الخضراء اللي هتعقد في مكتبه اسكندريه، ده غير ايضا ان في عدد كبير من المباريات المهمه في بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم وكمان الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة البيئة هتنظم دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة. الدورة دي يستفيد منها المشاركين بمؤتمر المناخ كوب 27. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي احتفالية يوم البيئة تحت عنوان الثورة الخضراء، وهتتيح الاحتفالية العديد من الأنشطة التفاعلية من خلال ورش العمل والمحاضرات التكميلية المختلفة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع ثلاث مباريات قويه في اطار الجوله الاولى من عمر المسابقه، هيلتقي الاهلي مع الاسماعيلي الساعه 5، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع انبي، والساعه 7 هيلتقي الزمالك مع سموحه. لعشاء الدوري الانجليزي موعدهم النهارده مع خمس مباريات قويه في اطار الجوله 12 من عمر المسابقه، هيلتقي ساوثهامبتون مع بورنموث الساعه 8:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من ليفربول مع ويست هام وبرنتفورد مع تشيلسي ونيوكاسل مع إيفرتون، والساعة 9:15 هيلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام.